بل الكلمة اللي بعدش معنى خارانكعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في هذه الحلقة. عنوان هذه الحلقة إن شاء الله سيكون تحدي اللهجات، واخترنا في هذه الحلقة تحدي اللهجة العراقية. أحيي إخواني العراقيين وأحيي كل إخواننا العرب، وسنبدأ إن شاء الله. طبعا راح نبدأ بالسؤال الأول، شو نعرف باللهجة العراقية معنى تمن؟ ومستعد أساعدكم، يعني أقول لكم شنو نوعها، أكلة ولا غير. تمن بنون؟ إيه تمن. تنشال. تنشال هي عايشة. تعرفين شو معناتها؟ تمن يعني أكلة تحبونها بالحيل. ياغورت. ياغورت؟ لا لا. شوكولاتة. ما حضرت، انتهى الوقت. تمن معناتها رز يعني. رز. صرتم أول سؤال. هاي طبعاً تمن يعني بلا مرة ما تنعرف، لأنه أنا ما عرفتها لو ماني مدحج على الإنترنت، مطلعتها من الإنترنت. معنات تمن يعني رز. الكلمة اللي بعدها إيش معنى باتشا باللغة العراقية، باللهجة العراقية؟ باتشا. أكلة هي؟ شي يأكله. حليب. يعني عضو من حيوان. عجة. فروج. قربت أنت. الدجاج. قلت نعجة، يعني قربت من أعضاء من الدر، قربت من رأس النعجة. أحسنت، رأس الخروف. فاز عمار. جاوب على السؤال. صحيح قربناه ساعدناه، بس يعني أكثر شيء وكان أقرب شيء للإجابة. طبعا كلمة باتشا يعني رأس الخروف، هي أكلة عراقية شعبية. طبعا احنا اخوانا العراقيين بكلمات كثيرة متشابهة، كوننا يعني جيران، بس بعض كلمات ما نعرفها، أكلات يعني ما يخطر على بالنا وما نعرف معناها. الكلمة البعدة شنو معنات كلمة شكر باللغة باللهجة العراقية؟ يمتر. ايه سكر. قصي. غريبة. سكر. فاز بالسؤال هذا، عرف السؤال هذا. السؤال اللي بعده، ايش معنات باغة؟ باقة. 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 قربتي عايشة انت، شي ينحط بين المي. عصير. باقة. هاي جرة. هما يعني عارفانين هيك مصنوع من الباقة، ايش معنات باقة يعني؟ جزاز. لا. ليلون. احسنت. بلاستيك. عمار نقطة ثانية. معنات باقة بلاستيك، مادة لدائنية. الكلمة اللي بعدها ايش معنى بسطال؟ بسطال. هو اقربكم الإجابة، هو شيء يلبس يعني. يلا. بسطان. قندرة. فستان. حذاء. قندرة. يعني قرب منها حذاء عسكري، ذي رقبة طويلة. جزمة يعني نقول احنا باللغة العربية. جزمة. احنا نقول زد. ايش معنى بوري؟ بوري هذا الزميرة. لا. بوري هلاك الهيجة ويجي المطل. أحسنت. أكثر شيء إجابة عمار. عمار قاعد يتقدم، أنه يعني معنات بوري سنبور المياه أو ماسورتها، الماسورة تنزل بها المي. شو معنات كلمة تبسي؟ يعني كولا. تبسي. تبسي.
تبسي هو يعني شيء نستعمله للطبخ. هاي بوشار. لا جدرية. جدرية. أنا أقول طنجرة، إناء طهي مسطح على الجوانب. طيب شو معنات هاي كلمة مساعدة؟ هاي زاد إحنا مشتركة معانا. شو معنات عايشة؟ راح شوي نساعدها عايشة لأنه ما تعرف كبيرة صغيرة. شو معنات تراتي؟ تراتي صوارات. تراتي وين نحطهم؟ الحلق. الحلق أحسنتي. معنات تراتي أقراط الأذن هذن. هاي سهلة. هاي صعبة. ايش معناها الجام؟ جام 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 اريد اقرب لكم اياها. هو يعني شيء حيوان، شيء جامد يعني مثل نقول ينصنع منه الابواب او الشبابيك. خشب شباك. جربتي زجاج. عايشة فازت جام. السؤال هذا جام يعني زجاج. قصي الأسرع إجابة. إيش معنى جداحة؟ جداحة قصي فازوا جداحة ولاعة سجائر ولاعة شولة. لأن قايلكم شولة سير مات. لا غير هذه. جداحة يعني ولاعة سجائر. إيش معنى جكاير؟ جكاير جكارة. جكارة سكارة. قصي كان أسرع. طيب الكلمة اللي بعد إيش معنات خرانكعي؟ خرانكعي إيه. فلان شو صفته خرانكعي؟ زين. لا سيء الصفة. يعني مو زين. يعني مو زين سيء. قبي لا غير صفة. من شوف شغلة ما يصمد جدان. حسود. مهبول. ما يقدر يمشي بالليل. معوق. معناته خلص الوقت. معناته جبان يعني. سرانكع جبان شخص خائف ومتردد. معنات دتشة. شو دتشة؟ دلة. لا. شي ينشل. الدتشة شو معناته؟ ما راح تعرفون. الجدام الباب البيت. قربت. عسى. الجدام البيت العتبة معناتها. أحسنت. الدتشة العتبة وتستعمل أيضا لوصف غباء شخص متميز أيضا الشغل تاني. ونقول فين عنه دتشة يعني غبي. إيش معنى الدشبول؟ دشبول. لا هي تستعمل يعني شيء جزء من أجزاء المركبات. هاي دولاب. دولاب. دوبال. لا. مزط. مزط. مابال. فرينات. ما راح تعرفونها لأنه صعبة. لوحة مفاتيح السيارة وأصلها إنجليزي. داش 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 بورد. لو أنك تعرف شوي بالإنجليزي داش بورد يعني معناتها لوحة مفاتيح السيارة. طيب شو معناها الدش داشة؟ شاشة. خلخاشة. دشداشة يلبس الإنسان. بنطلون. هاي الحلقة. خيشة شاي حاطينها هيك. الألبس هاني بعض نوات أحيانا نصلي. قلابية. قلابية هي ثوب. عمار طبعا هذا. طيب شو معنات شرباية؟ جدرية. شرباية هي شيء من أثاث المنزل يعني. كرباية. مكنسة. لا. طاولة. جحافة. لا مو تخت. سرير. شرباية يعني سرير نوم. معنات كرسة. كرسة. كرسي. كرسة شيء ينشال هو. كرسة. لحم. رز. كرسون. يعني لها علاقة بالرز. مقلوبة. كرسون. نستعمل ما نقدر بلا مع كل أكلة. ما نقدر نستغنى عنه. ملح. خبز. قمح. الخبز. معنات كرسة رغيف الخبز. شنو معنات زردة؟ زرد. لا هي نوع هي نوع من أنواع المأكولات شيء ينشال. بازلة. زردة هاي ينشال حلو.
ايش شلون شو نحط بيها؟ هو قصي عارفه يعني بشكلها بس ما عاد يفطن على سما رز بحليب يعني نقول معناه الزقج شفت شخص هي صفة شخص شخص يعني ناس زقج زقج مجنون مو طويل يعني قصير معناه زقج شخص قصير القامة قصير معناه زنجيل زنجيب هذاك زنجيب هي يعني شيء جماد زنجيب هذاك انت ما راح تعرفونها صعبة سلسلة معناتها شو معنات زنكين زنكين جبنة لا شفت صفة شخص يعني زنجين زنكين شعر غني غني فاز عمار خسرها شو معناها زولية زولية أجل شي نستعملها بأثاث المنزل زولية مكسسة زولية مدة حافة سجادة معناها سطلة أصلا يعني مهبول غبي 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 الجد هنا أصلا شو معنات سعلوة يعني صقية لا سعلوة يعني صفة صفة شخص بس مو من الإنس من الجن سعلوة هو كائن مرعب من جنس الجن يظهر في الأماكن المهجورة يشبه الحيوان المتوحش معنى سعلوة الكلمة البعض شو معنى شاذي يعني قرد يعني حيوان يعني ينط قرد وتستعمل أيضا الوصف الشخص الخفيف ينط يعني شو معنى شبينتو شبينتو بالإنجليزي شبينتو احنا نقولها شمينتو شمينتو اللي عمرهم بيشمينتو عائشة طبعا حبت اللهجة العراقية ويا عائشة راح نسألك سؤال شو معنى تشفتشير؟ ناكل به ملعقة ملعقات كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة كبيرة نسكب بها اللحم والرز تشفتشير هاي وتحية لإخوان المشاهدين وبالأخص إخواننا العراقيين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.